مبين ولا؟ هاي تكملة محاضرة الأوبيويدز. ماشي، عليكم السلام. شو أخذنا إحنا حتى الآن؟ أخذنا عن المورفين موستلي، أخذنا بريفلي عن الكودين، وهم كانوا طبعا إيش؟ فول أوبيويد أجونست. ماشي، هاي إحنا بدنا نكمل الآن كمان على دراجز فول أوبيويد أجونست، ولكن يعني لهم مميزات. رح نشوف كل واحد ايش يعني ايش بتميز. زي ما حكينا صعب نحكيهم كلهم، اوكي، فرح نركز على الاشي المهم والاشي الاكثر استخداما. هلا اول اشي رح نحكي عن تو دراجز متشابهين، اوكسيكودون واوكسيمورفون. هلا ذيس دراجز ار اورالي اكتف، فبنعطوا اورالي، سيمي سينثيتك، which means بنرجع بنأكد شو يعني سيمي سينثيتك، يعني انه بيكونوا بيجيبوا الناتشرال برودكت وبيعدلوا عليه كيميكالي سمول تشينجز حتى يعطوه مثلا فارماكوكينيتيك بروبرتيز مختلفه. والاوكسيكودون مثلا هو سمي سينثيتيك ديريفاتيف اوف مورفين، يعني كيميكالي هم ماخذينه مشتقينه من المورفين. It is twice as effective as morphine. اوكي، والان نرجع بس بدنا ناكد على معلومه اللي هي الافيكاسي والبوتنسي. اوكي، احنا لما نحكي عن دراج انه it is مثلا زي الاوكسيمورفون is 3 times more potent than morphine. اوكي، ولازم ارجع اتاكد بس من هون انه هل يقصد انه its oral analgesic effect is twice as that of morphine، هل يقصد البوتنسي او الافيكاسي بصراحه. اوكي، يعني الجمله وانا هلا اشرحها هناك حيرتني. ماشي، بس اجمالا خلينا نستذكر بعض مصطلحات الفارماكوكاينيتيك. لما نحكي عن drug إنه it is more potent، drug A is more potent than drug B، شو يعني؟ بالضبط، يعني هون بنقارن doses، يعني إنه drug A بدوز أقل بيعطي نفس الإفكت تبع drug B، نفس الإفكاسي، أوكي؟ بينما لو حكيت drug A is more is stronger مثلاً أو له higher efficacy، أوكي؟ than B، لا هي معناها انه على الماكسيموم دوز خلينا نحكي واحد بيعطيني افكت اكبر، كانه مثلا واحد بيشتغل على سترونج بين، على سيفير بين، وواحد بيشتغل على مودريت بين، فهمتوا؟ ففي فرق. اوكي، فبدي اتاكد منها بس هاي الجمله تو بي شور. بشكل عام الاوكسيكودون بتميز انه از ميتابولايزد باي سايتوكروم بوث 2D6 اند 3A4، والميتابولايتس بعدين بيصير لها اكسكريشن فيا كيدني. ماشي، هاي طبعا بتعطيني معلومتين مش مكتوبات، انه اول شيء انه اذا في ميتابوليزم بسايتوكروم ممكن يصير في دراج انتر اكشنز مع ميديكيشنز بتعمل انهيبيشن او اندكشن للسايتوكروم، هاي شغله. الشغله الثانيه انه الاكسكريشن از باي كيدني، بالتالي اذا في رينال فيلير لازم انتبه على الدوز، اي مي نيد تو ديكريز ذا دوز. وكمان الاوكسيكودون هي كان اول دراج من الاوبيويدز عمل شيء بسموه اوبيويد كرايسيس، اللي ذكرناه شوي امبارح باليو اس اي بامريكا. امريكا من التسعينات بلشت عندهم هاي الاوبيويد كرايسيس، وبلشت الناس تدمن على الاوبيويد وتصير مشاكل كثيره. فالاوكسيكودون هو كان من اوائل الدراجز هاي، والسبب كان انه لما الشركه الصانعه نفسها وحتى تقاضت هي يعني اوكي لهذا الاشي، لما طلعت الدراج طلعته على اساس انه ما عليه ريسك اوف ادكشن، فهمتوا كيف؟ فبلش الناس ياخذوه، اللي يعمل عمليه، اللي ظهره بوجعه، اللي كذا، اوكي، ياخذوه على اعتبار انه سيف من ناحيه الادكشن، مش زي المورفين، مش زي هذولاك، اوكي؟ لكن تبين بالاخير انه لا، للاسف هو عنده ريسك اوف ادكشن زي الاذر اوبيويدز، فصارت مشاكل كثير عند بعض الناس لهذا السبب. كمان كانت تصير مشاكل مثلا على الدوزج فور، انه المدمنين مثلا يجيبوا السستيند ريليز تابلت او كبسول يطحنوها اوكي وياخذوها، وهي تعمل ايش؟ اوفر دوز اوكي للمرضى، وبالتالي ممكن كانت تصير وفيات منها. تمام، فكان اول دراج بصير عليه كرايسيس بامريكا. اوكي، هلا الاوكسيمورفون بيختلف عن هذا الشيء، عن الدراج اللي هو الاوكسيكودون، انه ما له دراج انتر اكشنز مع السيتوكروم، اوكي، لانه ما له سيجنيفيكانت ميتابوليزم باي سيتوكروم. انترستنجلي الاوكسيمورفون هو مور بوتنت ذان مورفين، اذا عطى اورالي از 3 تايمز مور بوتنت ذان مورفين. تفضل.
و it is 10 times more potent than morphine اذا عطى parenterally IV يعني. تمام؟ الهيدرومورفون والهيدروكودون ماشي كمان نفس الشيء هم اورالي اكتيف سيمي سينثيتيك اوبيويدز. الهيدرومورفون هو انالوج للمورفين بينما الهيدروكودون هو انالوج للكودين ماشي. والهيدروكودون هو يعتبر مثل ايثر للهيدرومورفون. تمام؟ اذا هي كلها ريليتد كيميكالي ماشي ذيس دراجز. وبالنسبه للهيدرومورفون تقريبا 8 to 10 times more potent than morphine. ومن ناحيه الكيدني فانكشن من ناحيه الكيدني سيفتي هو سيفر ما له significant metabolites يعني eliminated by kidney ف it is safer مقارنه مع المورفين. تمام. الهيدروكودون بتميز انه الافيكاسي زي المورفين اوكي ويستخدم كانتي تاسيف الهيدروكودون. الان بالنسبه للميتابوليزم يس ات از ميتابولايزد الليفر باي سيتوكروم وبالتالي له دراج دراج انتر اكشنز كمان مع الدراجز الاندكشن اندوسرز او انهيبيتورز اوف سيتوكروم. تمام اوكي. الان بنحكي عن دراج اللي هو الفنتانيل والفنتانيل كمان ذكرنا اوكي اوريدي اخذنا احنا بالجنرال انستيزيا وحكينا انه يستخدم يضاف الى الجنرال انستيتكس تو جيف شغلتين الانالجيزيا والسيديشن اوكي. طيب من مميزات الفنتانيل اول شيء هو سينثيتك دراج تماما وستركشرالي مش ريليتد للمورفين بيشبه الميبريدين. ميبريدين رح نحكي عنه بعدين بعد شوي. ال very potent drug هو it is 100 times more potent than morphine which means إنه ال 1 جرام من الفنتانيل يعادل 100 خلينا نحكي مليغرامات 1 مليغرام مورفين مثلا سوري العكس 1 مليغرام فنتانيل يعادل بالقوة اللي هو ال 100 أو ال 100 من المورفين. تمام يعني بينهم الريشو 100 this is a lot okay. طبعا احنا ليش بنخاف من موضوع البوتنسي انه على اللو دوزز ممكن يصير توكسيسيتي فهمتوا كيف. الان يتميز بالانست انه رابيد اونست والديوريشن از شورت اوكي تقريبا من 15 to 30 minutes وهو هايلي ليبوفيليك دراج. وما يترتب على ذلك لما يكون دراج ليبوفيليك انه بصير له اكيوميليشن بالتيشوز وامور اخرى. تمام. هلا الادمنستريشن له ماني روتس اوف ادمنستريشن اهم من اهمها الاي في ابيديورال وانتراثيكال. تمام. يستخدم كمان مثلا احيانا من استخداماته اذا حكينا بالجنرال انستيزيا يستخدم كمان بالليبر مثلا تو بروفايد ابيديورال انالجيزيا مثلا اوكي او بالبوست اوبراتيف بين بنعطى مثلا انتراثيكالي او ابيديورال alongside local anesthetic ماشي. هلا احنا لسه ما درسنا اللوكال انستيتكس رح ندرسها ان شاء الله ببدايه البي ان اس سيستم. لكن اعرفوا انه من استخدامات الفنتانيل انه ممكن ينعطى ابيديورال او انتراثيكال مع لوكال انستيتك تو انديوس انالجيزيا. تمام او تو انديوس كمان لوكال انستيزيا رح نحكيها. هلا كمان الفنتانيل هو من الدراجز اللي يستخدموا بعلاج الكرونيك بين بالكانسر بيشنتس اوكي. هلا اجمالا هي كل الاوبيويدز بديش اقول كل موست اوبيويدز هي سترونج ميديكيشنز اوكي وبتكون افكتيف على السيفير بين. ومن المرضى للاسف اللي بيكون عندهم سيفير بين وكرونيك بين هم الكانسر بيشنتس صح اذا عندهم تيومرز او اذا عندهم ميتاستاسيس مثلا وبيحتاجوا الى سترونج انالجيسكس. تمام. هلا من اكثر الانالجيسكس اللي يستخدموا لهذا الغرض هو الفنتانيل. تمام. ومن الطرق الروت اوف ادمنستريشن او دوزج فورمز اللي ممكن نستخدمها حتى نعطي للمريض هذا الفنتانيل مثلا عندنا شيء اسمه ترانسديرمال باتش وليش راح اشرح عنه لانه اوضح. شو يعني ترانسديرمال باتش؟ لزقه لزقه اوكي. طبعا بسموها ترانسديرمال لانه الابزوربشن اوف دراج بصير من السكين اوكي. انترستنجلي لما نعطي الفنتانيل بالباتش السكين بيعمل زي ريزرفوار اوكي يعني بيدخل الدراج بصير له ريزرفوار بتخزن بالسكين
بعدين بيعمل ايش slow release into the bloodstream. الانست طبعا اوف كورس از ديليد لانه بده وقت كثير حتى يصير ريلي، اول شيء بده يصير ريليز للدرج من الباتش اوكي، وبعدين الدرج بده يفوت على السكن بده يتخزن بالسكن وبعدين بيصير له ريليز مره ثانيه اوكي. هذا راح ياخذ وقت الانست، بالتالي راح ياخذ 12 اورز، والافكت نفسه الديوريشن از برولونجد يعني بيوصل لحتى 3 ايام تمام. هاي بالنسبه للباتش. هلا كمان عملوا دوزج فورمز اخرى تسمى اورال ترانسميوكوزال بريباريشنز، هاي من اسمها اورال ترانسميوكوزال بالفم، يتم امتصاص الفنتانيل عن طريق الميوكوزا اوف ذا ماوث، وبالتالي ممكن تكون سابلينجوال او بكل، بكل يعني بين الاسنان والتشيك اذا بتتذكروا اوكي. و وبيجي منها ليكويد دوزج فورم وبيجي منها سوليد ماشي، بتكون مسنعة بحيث انه بتنحط بالفم وبتضل بالفم فترة حتى يصير لها absorption through the mucosa زي مبدأ السبلينجويل والبكل تابلتس مثلا تمام. فهاي طبعا طريقة very effective وconvenient للمريض صح، لانه انا ما اعطي باتش للمريض اوكي، فهو بس بيحطه وبعدين خلص بنسى، بضل 3 ايام كأنه عم ياخذ medication ماشي. طبعا مش اشي سهل اني انا يعني استخدام الفنتانيل باتش لمريض مثلا خلينا نحكي كانسر عنده كرونيك بين، مش انه يلا انا بجيبه كيلو يلا خد باتش وروح على البيت، لا الموضوع انه بكون ان شاء الله بنحكي باللكشر الجاي ان شاء الله اللي بنحكي فيه على البين مانجمنت، بكون انا اوريدي جبت المريض وعطيته شيء اكيوت فهمتوا كيف اي في او اورال وعملت له كنترول للبين، وبعدين لما افكر اني احطه على الباتش لازم اعمل زي كونفرجن صح، انه قديش كان ياخذ دوز قديش بدي اعطيه الى اخره. فالعمليه مش عمليه انه يلا بس تعالوا خذ الباتش روح البيت، بدها دراسه، هي عمليه مدروسه اوكي. الان بالنسبه للميتابوليزم، الميتابوليزم هو كمان بصير بالسيتوكروم ان ذا ليفر، بس الميتابولايتس بتكون ان اكتيف اوكي، وبالتالي له دراج دراج انتر اكشنز وذ اذر دراجز affecting cytochrome. الان الدراج نفسه والميتابولايت بيصير لها elimination by kidney اوكي in the urine. هاي بالنسبه للفنتانيل. نرجع نحكي شوي بس عن الفنتانيل، كمان هي من الميديكيشنز للاسف اللي صار عليها big issue اوكي in the United States، عليها abuse بطريقه عجيبه. انا امبارح حكيت 1000 شخص بيموتوا، الاحصائيه بتحكي انه 1500 شخص بالاسبوع بصير لهم death من الاوفردوز اوف فنتانيل ان ذا يونايتد ستيتس ماشي. طبعا this is a big number اوكي، ويعني انا بس بحب اشير لهذا النمبر عشان احسسكم انه هاي الادويه بدها معامله خاصه ماشي. لها هاي ريسك اوف ابيوز ماشي، لكن بنفس الوقت احنا كاطباء لازم نتعلم انه نعمل بالانس صح بين الحاجة إلها واستخدامها لغرض مطلوب، إنه إحنا نعالج البين لمريض in severe pain وهذا من حقه إنه المريض يتعالج وما يكون in pain، وبنفس الوقت إني ما أعرضه للadverse effects والdependence ماشي. وهاي العملية مش سهلة أوكي ولكن مطلوبة. طيب الآن بنحكي عن دواء هو الميثادون، ما بعرف كمان إذا سمعتوا عنه، هذا كمان إحنا كنا نسمع عنه كثير لانه يعتبر دراج يستخدم to treat addiction opioid addiction اوكي. كيف هلا بنحكي ليش يستخدموه to treat opioid addiction. in general هو synthetic opioid، still احنا بنحكي عن opioid agonist full agonist اوكي. orally effective اذا ممكن ينعطى orally للمريض. interestingly الميثادون صعب اني احكي هو مرتين او ثلاث مرات مثلا more potent than morphine. العلاقه بين البوتنسي او العلاقه بالبوتنسي بين المورفين والميثادون مش لينير اوكي، فحتى لما بدي احسب الاكوي انالجيسيك دوزز ممكن اذكرها بالمحاضره البين مانجمنت، في شيء بالاوبيويدز اسمه اكوي انالجيسيك دوزز اللي هي الدوزز المتساويه بالافيكاسي. مش حكينا مثلا ال1 ملي جرام فنتانيل هو نفسه الميت مورفين، هاي اسمها اكوي انالجيسيك دوزز اوكي. هلا الاكوي انالجيسيك دوزز للميثادون مش واضحه كثير اوكي، بتختلف حسب فاكتورز كثيره اوكي، هاي بس معلومه فارماكوكاينيتيك لكم. بالنسبه للميثادون من مميزاته انه اليوفوريا له اقل
اوكي، فممكن المريض ما يتحمس ياخذ الميثادون زي المورفين مثلا. اوكي، الديوريشن اوف اكشن له طويل كثير الميثادون. اوكي، راح نحكي عنها ليتر. بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن كمان الميثادون له 3 ميكانيزم اوف اكشن. اولا هو اوبيويد اجونست اوف كورس، ماشي، فبالتالي له افكت على الميو ريسبتورز بالذات، هاي نمبر 1. كمان هو يعتبر انتاجونست للان ام دي اي ريسبتور، هاي شغله ثانيه. وريمبر الان ام دي اي ريسبتور هو جلوتاميت ريسبتور، وكمان هو بيعمل انهيبيشن للسيروتونين اند نورابينفرين ري ابتيك، ماشي. فالميثادون يعني هو مختلف عن الاذر اوبيويدز، له اذر ميكانيزم اوف اكشنز. هلا وجود الديفرنت ميكانيزم اوف اكشن بيخلي انه السبيكتروم اوف اكتيفيتي لهذا الدراج برودر. اوكي، فممكن نستخدمه بوث للنوسيسبتيف بين وللنيوروباثيك بين. هلا انا ما بعرف اذا انتم اخذتوا انواع البين، جود، وان شاء الله رح نرجع نحكيهم كمان. بس نيوروباثيك بين لا النوسيسبت اوكي النوكس انه نوكسي ستيمولس بيعمل نوسيسبتيف بين اكزاكتلي. اما النيورو مش مشكله، احنا رح نحكيهم بمحاضره البين مانجمنت بريفلي. اوكي، بس انا دائما بحكي انه شو نيوروباثيك بين. البين اللي بصير زي مرضى السكري اللي بصير عندهم نيوروباثي وبصيروا يحكوا انا بحس ايدي منملات، ايدي كهرباء، ايدي وخز ابر، هذا اللي هو السنسيشن اوف بين اللي مش بين طبيعي، فهمتوا كيف؟ ناتج من اعتلال الاعصاب بسموه بالعربي. اوكي، فيري بريفلي راح نحكي نيكست تايم. طبعا احنا ليش بهمنا نعرف انه في ديفرنت تايبس اوف بين بالتريتمنت؟ لانه الديفرنت تايبس اوف بين لها ديفرنت ميكانيزمز، وبالتالي الدراجز يوز تو تريت ممكن يكونوا مختلفين. اوكي، بس بشكل عام الميثادون ممكن يكون افكتيف بوث بالنوسيسبتيف والنيوروباثيك بين، ماشي. وبنرجع ان شاء الله ليتر نشرح شو هدول البين. طيب الميثادون حكينا اهم استخداماته انه تيز يوز تو تريت اوبيويد ادكشن. اوكي، هلا الهدف او كيف، فيري بريفلي طبعا راح احكي، او المبدا، اوكي، انه الميثادون يتميز اول شيء انه له لونج ديوريشن اوف اكشن، وانه الويذدرول سيمتومز له اخف مايلدر من المورفين او الفنتانيل او الاذر اوبيويدز. اوكي، فشو اللي بصير انه اذا بدي انا مثلا مريض مدمن على المورفين وبده يوقف المورفين، فايش بنعمل؟ اول شيء بنحوله من المورفين على الميثادون، ماشي، بنحسب شو الدوز الايكويفالنت بحيث انه المريض ما يشعر انه والله انسحب منه الدواء. اوكي، فبصير يمشي على الميثادون، وبعدين بصير اسحب الميثادون سلولي، ماشي، الى حد انه ايش يتخلص من الادمان. لما المريض انا بعمل له ويذدرول للميثادون، الميثادون بطبيعته لونج اكتنج، وبالتالي السحب بيكون كيف بدي احكي، مش يلا مره واحده يفتقد المريض للدواء. اوكي، تدريجي يتخلص منه، وهو بطبيعته انه اخف. اوكي، السيمتومز الويذدرول، فاسهل على المريض انه يترك الاوبيويد ادكشن، فهمتوا كيف؟ هذا هو المبدا فيري سيمبلي. فارماكوكاينتيكلي هو بصير له ابسوربشن رابيد فروم ذا اورال ادمنستريشن، بصير بايو ترانسفورميشن ميتابوليزم ان ذا ليفر، الاكسكريشن بيكون ان فيسز. الميثادون از فيري ليبوفيليك، بيشبه الفنتانيل بهذا الشيء، فبصير له اكيوميليشن ان ذا فات تيشو. بنرجع بناكد على معلومه، شو يعني انه دراج بصير له اكيوميليشن بفات تيشوز؟ انه زي الريزرفوار، صار عندي كميه من الدراج موجوده بالجسم، فحتى اذا هو وقف انه بطل ياخذه بس عنده كميه، ببلش بعدين يصير ريليف من الفات تيشوز مره اخرى، يصير له ريديستريبيوشن مره اخرى، واو، وبالتالي الديوريشن اوف اكشن والهاف لايف للدراج بيطول كثير. اوكي، ان جنرال الميثادون له فروم 12 تو 40 اورز الهاف لايف، احيانا ممكن اكستند اب تو 150 اورز which is very long. الاكشوال ديوريشن اوف انالجيزيا 4 تو 8 اورز، يعني الثيرابيوتيك ديوريشن. اوكي، كمان نتيجه للليبوفيليسيتي اذا اعطيت ريبيتد دوزنج راح يزيد الاكيوميليشن، بيزيد الاكيوميليشن الى ان يحدث عند المريض توكسيسيتي. تمام،
الادفيرس افكتس للميثادون هي سيميلر للاذر اوبيويدز، تمام، يعني زي مثلا الفيزيكال ديبندنس، لكن من ناحيه النيوروتوكسيسيتي هي اخف، اوكي، اخف من المورفين. والسبب انه الميثادون ما له اكتف ميتابولايتس، تمام. كمان من مميزات الميثادون انه ممكن يعمل كيو تي انترفال برولونجيشن، ممكن يعمل تورسات دي بوانت، وبالتالي ايش يعني تورسات دي بوانت؟ مين يشرح؟ انا تسالونيش بالاريثميز از ماي از ماي شو بسموها نقطه ضعفي. اتزن اريثميز يعني ايه هو تايب من هو نوع من انواع الاريثميز، ماشي. طيب كيو تي انترفال برولونجيشن معروف شو هي، صح؟ تورسات دي بوانت شيء مقلوب ولا شيء والله مو متذكره. ام سوري. اوكي رح نرجع، ذكروني بلكي جبناها المره الجايه انه كيف شكلها يعني. هلا انا ما بعرف شو كلينيكال امبورتنس لها، بس هي لازم تاخذ بعين الاعتبار، يعني انه اذا المريض هو بطبيعته عنده اريثميز معينه، ماشي، ممكن يتجنب هذا الدرج. فهمتوا كيف؟ كمان عاده يعني خليني احكي لكم الموضوع من ناحيه براكتيكالي، ماشي. يعني انا اذا في درج، انا كمثلا بدي اعطي درج لمريض زي هذا الدرج، اوكي، وانا بعرف انه من الادفيرس افكتس له انه بيعمل اريثميا، سواء كيو تي برولونجيشن، تاكيكارديا، تورسات دي بوانت، اوكي. هاي انا كطبيب قبل ما اعطي هذا الدرج للمريض ممكن اطلب منه يروح يعمل اي سي جي واتاكد انه هو عنده نورمال اي سي جي، وساعتها انا بكون مطمن انه يعني هو اموره كويسه، واحتمال انه تصير هاي الادفيرس افكتس قليله مقارنه مع البنفيت المرجو من الدرج. فهمتوا كيف؟ تمام. سب ندور عليها على النت. تمام. فهي بالنسبة لإيش؟ للميثادون. طيب، الآن نحكي عن another opioid كمان اللي هو الميبريدين. ماشي؟ ميبريدين. الميبريدين كمان معروف عند معروف بالبريتش لانجويج بيثيدين بيحكوا له، أوكي؟ إذا حدا فات على المستشفى أو تدرب في المستشفى بجوز شفتوه، بيستخدم كثير هون for some reason. خاصة بعد العمليات، أطباء الجراحة بكتبوه كثير البيثيدين، ماشي؟ هلا هو كبوتنسي يعتبر lower potency شوي من المورفين، اوكي، والأذر opioids. يستخدم mostly for acute pain، رح نشوف لأنه الـ duration of action له قصيرة، اوكي، هو له short duration of action، ويستخدم للـ acute pain، عشان هيك حكيت بالجراحة، تمام؟ و interestingly على عكس الأذر opioids اللي كانت تشتغل mostly على الميو receptors، هذا بيشتغل على الكابا ريسبتورز موست، فهو يعتبر كابا اغونيست، ستيل عنده مايلد افكت كمان على الميو. هو فيري ليبوفيليك دراج، وكمان من مميزاته انه له انتي كولينرجيك افكتس، اوكي. الانتي كولينرجيك افكتس، الكتاب يذكر معلومه انه كونه هو بيعمل انتي كولينرجيك افكتس فهو له هاير ريسك تو كوز ديليريوم للمريض كومبير تو اذر اوبيويدز، ماشي. فهاي كمان معلومة إلها clinical significance. فشو يعني delirium؟ تعرفوا delirium هي هذيان لغة، يعني إحنا ممكن نترجمه، نعم، هذيان. طيب شو يعني إنه واحد عنده هذيان؟ طيب خلينا نحكي إحنا كمصطلح هون، يعني كمصطلح طبي delirium بيفسروها إنه عنده altered mental status، أو بطريقة بسيطة ممكن نحكي المريض عنده confusion، as simple as that. بكير عليكم السلام. طيب اذا مريض ايه شكرا، يعني الواحد بيحكي اسفين ولا لا، سبحان الله. طيب الديليريوم، يعني اعطيكم مثال مريض بكون، وباي ذا واي الديليريوم ممكن يصير مع المريض اللي داخل المستشفى حتى بدون سبب، يعني مجرد وجوده ببيئه غريبه مع ناس غريبين مع بعيد عن النورمال سيركاديان ريذم. فهمتوا كيف؟ هاي لحالها بتكفي انه المريض يدخل بديليريوم، يصير كونفيوزد، ماشي. هلا رح نحكي انه في كمان ريسك فاكتورز للديليريوم، ماشي. ديليريوم كونفيوز، يعني المريض بيكون ديزورينتد، مثلا بيكون جوا غرفه المستشفى ومفكر حاله انه بالبيت، اذا بتسليه مثلا
انه وين انت يعني اليوم، بفكر حاله بالغرفه، او هو يتصرف كانه ببيته، اوكي. او تيجي الممرضه وبفكرها بنته المريض، ماشي. او مثلا من الدليل اللي شفته بالمستشفى بعيني انه المريض صار يحس زي انه في مؤامر عليه، بيجي المقيم بيحكي له انت جاي تموتني او انت جاي تعمل لي كذا، اوكي. طبعا هذا كمان ممكن كان بسبب انه انا كنت بالاي سي يو موست اوف ماي وورك، والاي سي يو هو بالذات هو اكثر بيئه للاسف تعمل للمريض ديليريوم، لدرجه انه في شيء اسمه اي سي يو ديليريوم او اي سي يو سايكوسيس، اوكي. فالديليريوم نوع من السايكوسيس المبسط. سايكوسيس شو يعني مريض عنده سايكوسيس؟ ان شاء الله بنشرحها لما ندرس الانتي سايكوتيك، انه بصير التصور او استيعابه للواقع مش صحيح، اوكي. فا اوكي طبعا هذا الاشي اذا هو very significant، وجدوا انه المريض اللي بصير عنده ديليريوم بصير عنده poor prognosis اكثر، تمام. وبالتالي احنا لازم قدر الامكان اذا في مجال نمنع الديليريوم عند المريض، هذا اشي يفضل. فمن الاشياء اللي ممكن نسويها انه نخفف من الميديكيشنز اللي هي نفسها بتاثر على المينتال ستيتس، ومنها الانتيكولينرجيك دراجز، تمام. اذا كل هذا عشان نحكي انه الميبريدين له انتيكولينرجيك افكت ممكن تزيد الريسك اوف ديليريوم عند المرضى، تمام. له هذا الشيء اوف كورس كلينيكال ديبندنس. راح نشوف انه كمان من الادويه اللي بتعمل ديليريوم البنزوديازيبينز اللي هي من السيداتيفز كمان اللي ان شاء الله راح ندرسها. اذا as we said الميبريدين له short duration of action مقارنه مع المورفين. الميبريدين كمان قد يكون نيوروتوكسيك، ليش؟ لانه الميبريدين بيصير له ميتابوليزم بالجسم الى اكتيف ميتابولايت اسمه النورميبريدين، اوكي. والنورميبريدين هو التوكسيك ميتابولايت اللي راح يعمل توكسيسيتي، mostly neurotoxicity. neurotoxicity بتظهر على شكل انه بصير delirium as we said، بصير hyperreflexia, myoclonus و possibly seizure، ماشي. وهذا neurotoxic metabolite is renally excreted، فاذا المريض عنده renal impairment بزيد الريسك لهذا neurotoxic metabolite to accumulate ويعمل neurotoxicity، اوكي. عشان هيك رح نشوف بالسلايد الثانيه انه الميبريدين should not be used بالelderly patients او بالpatients with renal impairment او hepatic impairment myoclonus، اوكي، لانه راح يزيد كثير الريسك اوف نيوروتوكسيسيتي، تمام. كمان بالنسبه لليوز لانه له very short duration of action as we said هو له potential for toxicity، هو الاصل لا يستخدم اكثر من يومين 48 hours، وكمان اذا في better alternatives موجوده يفضل نستخدم الالترناتيفز. كمان وجدوا انه الميبريدين ممكن يزيد الريسك اوف سيروتونين سيندروم اذا عطى مع other medications that cause سيروتونين سيندروم. تتذكروا هاي المعلومه انا بجوز حكيناها لما درسنا الترامادول، تتذكروا الترامادول اللي راح احكي كمان بعد شوي. بغض النظر ترامادول ميبريدين any drug that increases the level of serotonin اذا استخدم in combination with another drug كمان that increases the level ممكن يصير سيروتونين سيندروم، والاعراض هايبرثيرميا سيجر كثير من الاعراض، وبالتالي لازم ننتبه على هذا الدراج دراج انتراكشن، تمام. خاصه الماو انهيبيترز بحاله الميبريدين، تمام. طيب احنا اذا مع الميبريدين بكون حكينا اهم الاوبيويد فول اغونست. رح نحكي الآن very briefly عن الـ partial agonist والـ mixed agonist antagonist opioids. وأول إشي بنتعرف على شو يعني partial agonist، أوكي. لما أحكي عن drug إنه هو partial agonist على receptor معين، هذا شو يعني؟ إنه هو بيرتبط مع هذا الريسبتور fully يعني كناحية binding، لكن الـ effect أو الـ extent of effect أقل من الـ full agonist، ماشي؟ يعني المورفين كان يعتبر فول اغونست بيعطيني الماكسيمم او السترونجست افكت، لما اجيب بارشل اغونست راح يعطيني نفس الافكت بس اقل درجه اقل قوه، اوكي. هاي اللي هو البارشل اغونست. ومن مميزات البارشل اغونست عن الاوبيويد بحكي هون
انه الها سيلينج دوز او سيلينج افكت، ماشي؟ فهل تتذكروا شو يعني سيلينج دوز او سيلينج افكت؟ ادراج دراج اي هاز سيلينج دوز. سيلينج دو سيلينج شو معناه؟ سقف، صح؟ يعني انه هذا الدراج له ماكسيموم دوز مرتبطه مع ماكسيموم افكت، واكثر من هاي الماكسيموم دوز ما في ماكسيموم افكت. يعني بوصل، لو رسمت جراف بين الدوز والافكت راح اوصل لنقطه بلاتو، يعني انه بعد هذه الدوز اللي هي سيلينج دوز شو ما زدت من الدوز ما راح يزيد الافكت. طبعا ما راح يزيد الثيرابيوتيك افكت، بس ممكن يزيد الادفيرس افكت. اكزاكت، تمام. فالبارشال اجونست بالاوبيويدز لها سيلينج دوز، بينما لو اخذنا مثلا فول اجونست زي المورفين بالذات، المورفين ما له سيلينج دوز. شو يعني هذا الاشي؟ انه as much as I need اني ازيد الدوز لمريضي راح في احتمال انه يزيد ازيد الافكت، ماشي؟ وهذا الاشي مرتبط مع موضوع التوليرنس، صح؟ احنا مش حكينا راح ابلش بلو دوز وبعد شوي يصير المريض ببطل يستجيب، صح؟ لانه في التوليرنس للمورفين، فراح اضطر ازيد الدوز، بعد شوي كمان راح يخف الريسبونس راح ازيد الدوز، وراح اضلني ازيد الدوز الى ان احتاج. يعني ما في الكتاب ما راح يحكي لي والله الماكسيموم دوز اوز مورفين از كذا، ما في. فهمتوا؟ ما يلوش توكسيك، شو رايك انت؟ اكيد، اكيد. فكيف ما لوش ماكسيموم دوز؟ انت هيك سؤالك؟ اكيد. هلا شوفوا، المورفين او غير المورفين، انا احيانا ممكن اكون ابلش اعالج شغله وابلش بدوز معينه واشوف انه مش عم تعطيني الافكت المطلوبه، ماشي؟ فبزيد الدوز، بس اي زياده بالدوز مش لازم تسبب لي ادفيرس افكت او توكسيسيتي مش مقبوله، ماشي؟ فانا الارتفاع هذا بالدوز لازم يكون مقارن مع انه ما يصير على المريض توكسيسيتي. هذا انت شغل الطبيب انه يراقب المريض ويشوف، ماشي؟ لكن احنا تعلمنا انه الاوبيويدز مثلا كثير من الادفيرس افكتس الها كمان نفسها بصير عليها توليرنس. فهمتوا كيف؟ ان الريسبيراتوري ديبرشن اللي هو اكثر شيء بخاف منه، صح؟ احنا حكينا انه اذا المريض بيتعرض لاوبيويد راح يبلش يصير في له توليرنس، فاحتمال كبير انه مريض كرونيك بين ان سيفير بين حتى لو اعطيته فيري هاي دوز اوف مورفين ما دامه متعود عليه ما راح يصير له ادفيرس افكتس اللي هي اللي بصير عليها توليرنس، منها الريسبيراتوري ديبرشن. اوكي، تمام. هلا انذر كلاس اوف اوبيويد اللي هي الميكست اجونست انتاغونست، ومن اسمها ميكست اجونست انتاغونست، يعني انه هذا الايجنت بيكون اجونست على ريسبتور معين بيكون انتاغونست على انذر ريسبتور، كان يكون مثلا اجونست على الميو ريسبتور وانتاغونست على الكابا مثلا، تمام. طبعا this is a very interesting من ناحية الفارماكوديناميكس، أوكي؟ لأنه إذا جبنا الميكست أجونست أنتاغونست الأفكت له على المريض يعتمد على المريض. يعني إذا المريض كان نايف أوبيويد نايف، أوكي؟ يعني مش متعرض للأوبيويد بيفور، الأفكت للميكست أجونست أنتاغونست رح يكون أجونست، كأني بعطيه أجونست، يعني رح يعمل له أنالجيزيا، أوكي؟ أما إذا أعطيت الميكست أغونيست أنتاغونيست لمريض متعرض متعود على الأوبيويد أو مثلا حتى ديبندنس عنده للأوبيويد رح يشتغل شغل الأنتاغونيست موستلي، وبالتالي ممكن يسبب withdrawal symptoms، ماشي؟ لأني كأني عم بسحب الدراج من المريض، أوكي؟ تمام؟ هلا رح ناخذ مثال واحد في سؤال من البارشل. يعني to be honest ما عندي جواب أكيد، لكن ممكن أخمن إنه هلا هو كإفكت ببلش كإفكت على المولكيولر ليفل ببلش من أول دوز، بس متى ببلش أشوف النتيجة على المريض أنا بتوقع إن a few doses بتشوف الإفكت. ما يعني للأمانة ما عندي جواب، بحاول استنتج يعني، بس ام شور انه ان فيو دوزز رح تشوف الافكت او اقل حتى.
مثلا مريض عنده chronic use of opioid وجيت اعطيته partial agonist، انا بحكي لك very soon راح يبلش يشوف ال reversal. اوكي تمام. هلا interestingly هذا الدراج استخدامه clinically زي مين؟ زي ال ميثادون. هلا مش حكينا الميثادون يستخدم لل treatment of opioid اسمه addiction. البوبرينورفين صار يستخدم لهذا الغرض. اول شيء انا عرفت عن البوبرينورفين، لا صح ليش؟ طيب هلا بوبرينورفين هو المثال الوحيد اللي راح ندرسه شوي بتعمق عن البارشل اجونست. اوكي اذا هو عباره عن بارشل اجونست للميو ريسبتور اولا. اوكي و انترستنجلي لما قرات عنه مور بالميكانيزم اوف اكشن نفسه، هذا البوبرينورفين صح هو بارشل اجونست على الميو ريسبتور، كمان هو انتاغونست على الكابا ريسبتور. اوكي ففعليا هو له بوث بارشل اجونست وله كمان ميكست اجونست انتاغونست. ماشي بس ككلاسيفيكيشن لما نقرا عنه بصنفوه مع الميو ريسبتور بارشل اجونست. تمام اوكي هلا بالنسبه لليوز حكينا ممكن يستخدم فور ذا تريتمنت اوف اوبيويد ادكشن زي مبدا استخدام الميثادون، بل وان مؤخرا صار استخدامه افضل يعني اكثر من الميثادون لانه وجدوا انه احسن. ماشي ليش احسن هسه عم نحكي. اوكي اذا بالاوبيويد ديتوكسيفيكيشن اللي هو التريتمنت اوف اوبيويد توكسيسيتي، ماشي هو از يوزد مور او بيتر ذان الميثادون لانه الويذدرول سيمبتومز ار مايلدر ايفن مايلدر. تمام كادفيرس افكت له ادفيرس افكت زي الاوبيويد لكن اقل حده، يعني مثلا السيديشن ريسبيراتوري ديبرشن الهايبوتنشن بتصير بس لس حتى على الهاير دوزز. اوكي وبالنسبه للروت اوف ادمنستريشن في سبلينجوال في بارنترالي يعني اي في ممكن ترانسديرمالي كمان، وكمان يتميز انه له لونج ديوريشن اوف اكشن. ماشي بالنسبة للأدفيرس افكت هي نفسها اللي حكيناها و include respiratory depression that cannot be reversed by naloxone easily. هلا احنا لما نشرح عن النالوكسون نعرف شو المقصود بهاي الجملة، ممكن يصير decrease بالblood pressure sometimes rarely ممكن يصير increase بالblood pressure وممكن يصير nausea and dizziness. تمام اوكي هلا بضل بس another drug بدنا نحكي بالاوبيويدز لو تو دراجز. اوكي وهو اول شيء الترامادول. اوكي هلا بالنسبه للترامادول احنا درسناها سابقا كانه نذكر مع الاوستيوارثرايتس تريتمنت كان واحده من التشويسز، و اف يو ريممبر هو له تو كان في له تو ميكانيزم اوف اكشن، واحد هو انه ميو على الميو ريسبتور اوكي اوبيويد، وبالاضافه لذلك كان يعمل مايلد ري ابتيك انهيبيشن للنوربينفرين والسيروتونين. تمام وهذا اللي هو مثلا كان يعطيه هذا الافكت انه بيعمل سيروتونين سيندروم اف يوز وذ اذر سيروتونين انكريزنج ميديكيشنز. اوكي هلا هو سنترالي اكتنج الترامادول بايندز تو ذا ميو اوبيويد ريسبتور بيصير له اكستنسيف ميتابوليزم بالسيتوكروم 2 دي 6 وهذا راح يؤدي الى اكتيف ميتابولايت. انتبهوا الترامادول اكتيف هو ماشي لكن لما بصير له ميتابوليزم بالسيتوكروم راح ينتج ميتابولايت ايفن مور اكتيف ذان الترامادول اتسلف اللي هو البيرنت كومباوند. اوكي سو يستخدم هاي نقطه مهمه. هلا الترامادول يعتبر less effective ذان المورفين او الفنتانيل او الاذر فول اجونست ماشي، وبالتالي هو يستخدم فقط لعلاج المايلد تو مودريت او مودريتلي سيفير بين. ماشي يعني ما راح يعني ما تتوقع انه الترامادول ممكن والله ينعطى مثلا مريض عنده سيفير بين. تمام الافيكاسي له بتشبه يعني كومبينيشن اوف باراسيتامول مثلا مع انسد. فهمتوا كيف؟ يعني بعض الناس متخيلين عشان اوبيويد راح يكون فيري strong بس لا it's not the case. ماشي اجمالا كل الاوبيويدز اللي درسناها في لها ترتيب بالسترينث. اوكي فالترامادول يعتبر من اقل اللي هي السترينث بالانالجيزيا. تمام
او خلينا نحكي بالنص بس من تحت اكثر، تمام؟ لا ليش؟ لانه هو مع انه مش very strong فانالجيسيك still له high risk for misuse and abuse، ماشي؟ وبالتالي لازم يصرف بوصفة طبية خاصة، ماشي؟ وإله سجلات ويصرف بده هوية إلى آخره، تمام؟ يعني يعامل معاملة الأوبيويد من ناحية الكنترول، أوكي؟ لكن هو كسترينث لا مش نفس السترينث، أوكي؟ الريسبيراتوري ديبريشن كمان إله أقل، أوكي؟ إذا صار منه ريسبيراتوري ديبريشن وجيت أستخدم النالوكسون اللي هو الأنتيدوت فور اوبيويد توكسيسيتي ما راح يكون فيري افكتيف على الترامادول كمان، ماشي؟ ومن التوكسيسيتي للترامادول انه ممكن يعمل سي ان اس اكسايتيشن وسيجر، اوكي؟ وهذا الشيء بالذات بصير اذا استخدمته مع ميديكيشنز اخرى تعمل انكريز بالسيروتونين ليفلز، تمام؟ فهون لازم ننتبه على الدراج دراج انتر اكشن. بضل اخر شيء بدي احكيه الاوبيويد انتاغونيست. الأوبيويد أنتاغونيست أصلاً فعليا هو واحد بس اللي هو النالوكسون اللي ذكرته الآن. من اسمها أوبيويد أنتاغونيست يعني رح يرتبطوا بالأوبيويد ريسبتورز بس ما رح يعملوا إفكت، رح يعملوا بلوك، أوكي؟ لما يعملوا بلوك للأوبيويد ريسبتورز يعني إنه إذا في أوبيويد أغونيست رح يمنعوا ارتباطها بالريسبتور، بل إنه هي كومبيتيتيف يعني إذا في أوريدي أوبيويد موجودة على الأوبيويد ريسبتورز رح تزيحها، اوكي؟ وراح هي ترتبط فيها وتعملها بلوك، اوكي؟ لهذا السبب الاوبيويد انتاغونيست يستخدم كانتيدوت، اوكي، للاوبيويد اغونيست، لانه لما اعطيها راح تعمل از وي سيد ريفرسال لوجود الاوبيويد على الاوبيويد ريسبتورز، وبالتالي بعمل ريفرسال للاوتوكسيسيتي. اكثر شيء احنا خليني احكي بس شغله كمان، انه قبل ما احكي عن استخدام النالوكسون كانتيدوت، هلا اذا انا المريض عنده اوبيويد ديبندنس، ماشي، ومتعرض للاوبيويد وجيت اعطيته انتاغونيست، شو راح يصير؟ راح يصير عنده ويذدرول. فهمتوا كيف؟ كاني فجاه سحبت الاوبيويد اغونيست من الريسبتورز فبدخل المريض بويذدرول، تمام؟ يعني نفس المبدا كاني وقفت عنه الدواء لما اعطيه انتاغونيست. فهون الكتاب يعطينا شو هي اعراض الويذدرول سيندروم، خلينا نحكيهم بريفلي. طبعا هي تختلف حسب الزمن، up to 8 hours المريض بس ببلش يصير agitated، اوكي، وبصير عنده craving للدراج. بعدين بين ال 8 to 24 hours بصير عنده مثلا insomnia، GI disturbances، rhinorrhea، mydriasis، عكس الميوسيس، بصير عنده diaphoresis، sweating. بعدين بين اليوم والثلاث ايام up to 3 days بتصير الاعراض شديده، المريض ممكن يصير عنده تاكيكارديا، هايبرتنشن، نوزيا، فوميتنج، دياريا، فيفر، تشيلز، تريمرز، يعني بحالات شديده ممكن يصير سيجر ومثل سبازم شديده، اوكي؟ فهون بنرجع بناكد اذا انه اي مريض عنده ادكشن على الاوبيويدز او على الهيروين، حكينا الهيروين ستراكشر ريليتد صح؟ للاوبيويدز بيجوا من نفس النبته، فبالتالي بدها اندر ميديكال سوبرفيجن. اي عمليه نعمل فيها علاج للادمان للاوبيويدز بدها ميديكال سوبرفيجن، وراح زي ما حكينا نستعين بالميثادون او بالبوبرينورفين اللي بيساعدوا على ايش؟ علاج الادكشن، تمام؟ طيب النالوكسون اذا هو الاوبيويد انتاغونيست ويعتبر انتيدوت فور اوبيويد توكسيسيتي. اذا بيجي مريض على المستشفى او هو وهو داخل المستشفى بياخذ اوبيويد بيصير عنده ريسبيراتوري ديبريشن فيلير او كوما اللي هو عباره عن سيفير سي ان اس ديبريشن، كيف بعمل له ريفرس؟ كيف بعالجه؟ بعطيه نالوكسون اي في. نالوكسون اي في within 30 seconds راح ايش؟ يرجع ريسبيريشن للمريض، تمام؟ بس طبعا بنحط ببالنا انه النالوكسون له فيري شورت duration of action 30 to 81 minutes، اوكي، which means انه ممكن بعد نص ساعه او بعد ساعه المريض يرجع يدخل بريسبيراتوري ديبريشن، يعني يروح مفعول الانتيدوت ويرجع المريض يدخل بريسبيراتوري ديبريشن، فبنكون احنا مجهزين دوز ثانيه، اوكي، اذا المريض احتاجها نعطيها، اوكي. كمان النالوكسون، اوكي، هو كومبيتيتيف انتاغونست لكل الاوبيويد ريسبتورز، اوكي، لكن الافينيتي له على الميو
تقريبا كم 10 اضعاف الافينيتي للكابا، which means انه لما اعطيها للمريض اكثر شيء راح يروح يرتبط مع الميو وما يرتبط كثير مع الكابا. اوكي، طبعا هذا شو بينعكس عليها على المريض؟ انه الافكت على الريسبيرتوري ديبريشن قويه. اوكي، اما على الانالجيزيا مش 100%، يعني ما راح يلغي الانالجيزيا. اوكي، نالوكسون ليش؟ لانه راح يضل في جزء من الانالجيزيا ناتج عن الكابا ريسبتورز بالسباينال كورد، هاي ما راح يشتغل عليها النالوكسون. مفهوم؟ اوكي. طيب برجع بحكي بالنسبه للنالوكسون، النالوكسون ناركان بيحكوا له، الاسم التجاري المعروف. هذا بيكون موجود بالطوارئ، ماشي؟ ما بعرف اذا مرت عليكم واحده من هالميديكال دراماز او شيء، انه اذا اجى المريض مثلا وبكون عنده مثلا كوما وريسبيراتوري ديبريشن، وواضح انه هو اخذ شيء مثلا او انه عنده توكسيسيتي من سم سايكو اكتيف سابستنس بس مش معروفه شو هي، عاده ما بتقدر طبعا انت تستنى والله اخذ عينه واشوف شو مال المريض، بدي اعالجه صح عنده ريسبيراتوري ديبريشن. فاحيانا بصير نعطيه انتيدوتس لاكثر من شغله، فهمتوا كيف؟ بكونوا جاهزين هدول بالطوارئ، ماشي؟ فالنركان النالوكسون بكون موجود بنعطيه لاي مريض سسبكتد اللي يكون عنده اوبويد توكسيسيتي، فانه within 30 سكند اذا استجاب ورجع الريسبيريشن فانا بعرف انه مثلا من الاشياء او الشيء اللي اخذه هو من الاوبويدز. اما اذا كان الريسبيراتوري ديبريشن من شيء غير الاوبويدز فالنالوكسون از نوت افكتيف، ماشي؟ وهي بتساعدنا كمان بالدياجنوسيس صح؟ نعرف من ايش يتسمم المريض. ما ايش؟ من هو النالوكسون؟ ما هو انت عم بيجيك مريض عنده respiratory depression، يعني مش عم بيتنفس، مش عم بيتنفس، ماشي؟ فانت بدك تعطيه شيء يرجع. هلا لا هلا شوف احكي لك شغله من البدايه. هلا النالوكسون هو اوبيويد انتاغونست، اذا انعطى لمريض هيلثي ومش ماخذ اوبيويد ما راح ياثر عليه، ما راح يعمل له شيء. اوكي، هاي نقطه مهمه، مزبوط، هاي ما حكيتها ولا مكتوبه بس That's a good question. يعني خلانا نحكي معلومة إنه الأوبيويد أنتاغونيست إذا نعطوا لمريض عادي مش متعرض للأوبيويد ما رح يعمل له إشي. فهي إذا أنا شكيت إنه المريض عنده أوبيويد توكسيسيتي وعطيته نالوكسون وطلع مش أوبيويد مش بيكديل، ما رح يصير إشي. وإذا عنده أوبيويد توكسيسيتي بنقذ حياته. فهمتوا كيف؟ بدي أقرب لأني مش سامعة، سوري. لا كل والهيروين كمان، كل الاوبيويد، كل الاوبيويد اغونست النالوكسون هو انتيدوت لهم. هلا هذا جود كويستشن. النالوكسون هو يستخدم للامرجنسي سيتويشن، يعني مريض عنده اوفر دوز، مريض عنده توكسيسيتي، دخل بكوما او ريسبيراتوري ديبريشن، بعطيه نالوكسون. الانديكيشن للنالوكسون انه بكون في سيفير اكيوت توكسيسيتي. اما مريض زي ما انت حكيت عنده ادمان كرونيك، لا هذاك بده برنامج وجدوله وبده يا ينحط على ميثادون او على البارشل او على البارشل اغونيست، وبده يعني زي ما تقول باث معينه يمشي عليها وبنسحب الدواء. مزبوط، الحالتين مختلفات. تمام، طيب صارت الساعه، كل شيء واضح؟ في اسئله؟ خلاص هيك ان شاء الله بكون خلصنا الاوبيويدز. نكست ليكتشر بنرجع بنكمل موضوع البين بريفلي، نحكي شويه بس كلينيكال ابلكيشنز للميديكيشنز تو تريت بين. تمام ان شاء الله، يعطيكم العافيه.